السلام عليكم، نرحب فيكم. نحن في عمل سوجات بودكاست بالتعاون مع جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا. معكم زكريا حاوت مشرف عام للبودكاست. رح ناخدكم معنا بحلقات دورية تتناول مواضيع متنوعة اجتماعية ثقافية أو مهنية تهم المقيمين أو الراغبين بالقدوم إلى ألمانيا. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا. هلا في شيء خاطئ، في ناس بتفكر بتقلك أنا بدي خفف وزني معناتها بطلع الكارديو وبرقد نص ساعة أو ثلاث أرباع الساعة، هذا كتير غلط. أبل every day keep a doctor away. فحك اليوم تغنيك عن الطبيب، فأنه بالفعل يعني كتير صحية إذا بتحسن تأخذها في يوم الصباح الصباح الأخضر. يسعد أوقاتكم مستمعينا مستمعي بودكاست جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا. اليوم بحلقة جديدة بعنوان التغذية والرياضة مع ضيفنا الدكتور منار عبد الهادي. يسعد أوقاتك دكتور منار. يسعد أوقاتك حبيبي، يا رسالة فيك. شلونك؟ إيش أخبارك؟ إن شاء الله الحمد بخير. لله. الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله. أنا عيني. هلأ بداية رح نحكي عن الهوايات، عن الرياضة، عن التغذية. فشو هي ضرورة الهوايات أو أهمية الهوايات بشكل عام للناس العاديين، زائد خصوصا عند شريحة الأطباء والصيادلة؟ هلا ما بيخفى عليك أكيد الرياضة لها فوائد كبيرة. الأطباء بتعرفوا ما في داعي عددها، الصحة، أمراض القلب، الكوليسترول إلى آخره. بس أهم شيء بالنسبة لي كمان كان نحكي فيها هو الاسترس. يعني انتو احنا كأطباء عنا ضغط كتير بالشغل، فالرياضة ممكن كتير يعني تحسلك من نفسيتك، تزيد لك ثقتك بنفسك، حتى كشكلك ممكن تقوي لك ثقة بنفسك. فيعني الرياضة بحسها شغلة كتير كبيرة مهمة لحياتنا بشكل عام. كطبيب او اي شخص يعني ممكن بيشتغل او بيدرس او اي حدا، الرياضة لازم تكون موازية لحياتنا دائما. تمامًا. هلأ هون في ناحية الأطباء والصيادلة عندهم ضغط شديد أثناء العمل، فهذا مثل ما تفضلت يمكن بيكون مفيد لستريس أب داون مثل ما نقول المصطلح الألماني. نحن عم نحكي حاليًا هلأ عن الرياضة بشكل عام، هل يمكن اتخاذ الرياضة كهواية يعني واحد ينبسط فيها، ولا هي رياضة عبارة عن انه عندي هدف يكون جسمي منيح واخذ المزايا، بس انه هي علي فرض مثلا، ولا كيف برايك؟ هلا هي الرياضه اكيد هوايه، وبس بالنهايه هاي الهوايه مفيده لك، يعني مفيده لجسمك، مفيده لصحتك، مفيده لحياتك. فطبعا الرياضه بدها تكون هوايه وبدك تستمتع فيها. انت اصلا وقت تروح تلعب الرياضه، تسبح ولا ترقد ولا تعمل تروح ترفع اوزان، كل هي بتحسس لك نفسيتك، يعني بتزيد لك الاندورفينات بجسمك، بتخليك تشعر بالسعاده. ف يعني اكيد هي شيء المفروض يكون مو واجب او وظيفه، المفروض يكون شيء يبسطك. تمام. هلا في عنا كمان خيارات الرياضه في المانيا. اليوم نحن عايشين بالمانيا، عنا خيارات كثيره، ولا كيف؟ هل هي في أماكن معينة من حسين، أو إذا ممكن تشرح لنا أكثر عن الموضوع؟ هلأ إنه أكيد ما بيخفى عليكم، موجود في عندكم نوادي، فيتنس ستوديو، في الرياضات الأخرى بأنواع، السباحة، الجري، التنس، كرة القدم. يعني بنهاية كل واحد له هواية بحياته. بس أنا إذا بدي أحكي كشخص بيهمني يكون شكلي كويس، استفيد من هالساعة اللي عم بلعب فيها بأكبر طاقة ممكنة، عشان هيك انا يعني بفضل انه الفيتنس ستوديو او رياضه رفع الاوزان، لانه انت خلال ساعه تبذل طاقه كبيره، تحرق كتير دهون، تحرق سعرات حراريه، وبنفس الوقت تكسب من هي الساعه. مثلا بدي احكي لك بمثال ثاني، ممكن انت ترقد ساعه تحرق مثلا لنا 500 كالوريز، بس ممكن تعوضهم بعلبتين شوكولاته. فلا، وتروح على الفيتنس ستوديو بتحرق فعلا سعرات حرارية بكمية أكبر بكتير. عشان هيك أنا أفضل أن الواحد إذا بده حافظ على جسمه أو يخسر دهون، بعتبر رياضة رفع الأوزان هي
أقوى رياضة وأفضل رياضة لهالشيء. بيجي بعد السباحة إذا بدنا نحكي كرياضة مفيدة تانية. تمام، خلينا نركز هلا على الفيتنس ستوديو بالأساس. هلا أنا إذا شخص ما بعرف بهالأمور وبدي أبدأ بهذا الأمر، شو هي يعني أفضل طريقة للبداية؟ هلا كنقطة أولى، أول شيء لازم تختار الفتنس ستوديو، حاول يكون قريب على بيتك أو على شغلك، لأنه ما عشان ما يصير إنه والله تتكسل ما بدي أروح ما عندي طاقة. هي أول نقطة. ثاني نقطة، حاول ما كتير من أول ما تبلش بالجيم إنه والله بدي بلش دايت وبدي أروح 6 أيام بالأسبوع، لا إن شاء الله لو تروح يوم مرة بالأسبوع، بس حاول تعملها عادة. كيف بتصلي أو كيف تعمل شغلة بتعود عليها، خليها تكون كمان عادة هي إنه الرياضة، ولو مرة بالأسبوع، خلال خلينا نقول خلال شهر، خلال شهرين، حتى تلتزم مظبوط. بعدين لحالك بتحس إنه لا أنا بدي أروح أكثر من يوم، ما يكون يوم واحد بالأسبوع. هلا واحد لما نحكي مثاليا المفروض تروح مينيموم 4 أيام بالأسبوع، بس عم نحكي كبداية ومشان ما تمل، خليها تكون مرة بالأسبوع، وحاول يعني هالمرة تكون الوقت محدد، مو تقول والله على فضاتي بالأسبوع بدي أروح، لا طول اليوم الفلاني بين الساعة الفلانية والساعة الفلانية بدي أروح بهالوقت. أنت بقى بتحدد بتحب صباحا قبل ما تروح على الشغل أو مساء، عرفت كيف؟ فممكن صباحا، في عالم بتقلك صباحا كتير كويس قبل ما أروح على الشغل، لأنه ما ممكن حدا يضايقني، ما ممكن رفيقي يتصل فيك ويقول لك تعال نروح مشوار، ولا حدا يقول لك والله تعال نروح نشرب فنجان قهوة. ففي ناس بتحب الصباح، أنا شخصيا ما رح أكذب عليك أفضل بالليل، بكون خلصت دراسة خلصت كل شيء وساعتها ممكن أروح بالليل. هذا الموضوع بيكون يعني يختلف من شخص لتاني. تمام، هلا في كمان نصائح تانية داخل الفيتنس ستوديو لما بدنا نروح، شو لازم ناخد معنا؟ في ناس بنشوفهم بياخدوا قنينة مي أو عصير، في ناس بيحطوا سماعات، ممكن تحكي لنا أكثر عن هالقصص؟ هلا اكيد بدك تروح، بدك تحاول تسعد حالك بكل الوسائل الممكنه، تحط الميوزيك اللي بتحبها، الموسيقى اللي بتفضلها. بفضل انا خلال اول شهر يكون عندك مدرب، صراحه افضل، لانه انت وقت تروح اول مره على الجيم، يعني ان كنت سمين بتكون خجلان من جسمك، وان كنت نحيف بتكون خجلان من جسمك، او اذا كنت جسمك عادي بس بتروح مستغرب تطلع على الاجهزه انه وين بدي العب، بتتوتر وبتمشي وبتروح بدي ظهرك. وقت يكون معك مدرب حتى ولو لمده شهر بس، على الأقل بتشوف الأجهزة كيف ممكن تلعب عليها، تاخذ نصائح بسيطة، وساعتها أنت كطبيب بالنهاية لا يخفى عليك شيء، ممكن بالإنترنت تقرأ وتتثقف. بس ممكن أقول لك إن كنت حابب لحالك تروح وبدون ما تسجل مدرب، خلال أول شهر إذا بدك تروح لنفرض مثلا 2 يوم بالأسبوع، خلي يوم تمارين لجسمك العلوي ويوم تمارين لجسمك السفلي بتفاصيل أكثر. إذا بنقول اليوم الأول تمارين الجسم العلوي، يعني خد لك حركتين للصدر، حركتين للظهر، حركتين للكتاف، وتمرين باي وتمرين تراي. ولليوم الثاني هو رجلين مثلا ومعدة. هي اذا بنلعب بس 2 يوم بالاسبوع، اذا كنت شطور وحباب واكتف ممكن تعملهم 4 ايام بالاسبوع، تلعب 2 يوم، مرة يوم علوي يوم سفلي، تاخذ راحة، بعدين بنرجع مرة ثانية يوم علوي يوم سفلي. هي لاول شهر بالجيم او لاول شهرين فينا نقول. بعدين ممكن تصير بقى هون تكون يعني انه صرت ما عاد صرت مبتدئ، تلعب كل يوم عضلة، مثلا يوم عضلة الصدر، يوم عضلة الظهر، يوم عضلة الرجلين الى اخره. بالنسبة للاكل يفضل انه قبل الجيم تاخذ لك موزة او شيء يحفز لك طاقتك. هلا في بعض المكملات الغذائية مثل سموها بري ورك اوت، يعني مثل قبل التمرين، هي فيها كافيين، فيها بيتا الانين، فيها بعض المنبهات اللي بتخليك تعطيك طاقة. إذا ما بتحب هالشي ممكن تشرب ببساطة يعني فنجان قهوة وتروح على الجيم مع قطعة موزة مشان تعطيك بس طاقة، مو أكثر من هيك. نقطة تانية مهمة، أول ما تروح على الجيم أكيد ما تلعب فورا. هلا إذا بتروح على البسكليتة على الجيم هيك، إذا كان جيمك قريب ربع ساعة بكون ممتاز. إذا ما بتحسن أول ما تروح على الجيم حاول تعمل كارديو، يعني تطلع على التريدميل، تلعب جري أو بسكليتة مدة بس 10 دقائق، ما تتعب جسمك كتير عشان تخلي الطاقة لحمل الأوزان. وبعد ما تخلص تمرين اذا عندك وقت ساعتها تلعب كارديو، تمارين كارديو شي نص ساعة، يلي هي برجع بعيد، تمارين الكارديو هي عبارة عن الجري او بسكليتة او تريدميل او هذا الدرج، اذا شفته بتطلع على الدرج، هذا كتير بده مقاومة، كتير ظريف كمان لحرق الدهون. منار، بس يا ريت تخبرنا إذا في ناس بدها تخفض وزنها، فهل هي لازم تركز على أنواع معينة من التمارين أكثر من أنواع تانية ولا كيف؟
هلا في شيء خاطئ، في ناس بتفكر بتقول لك انا بدي خفف وزني معناتها بطلع الكارديو وبرقد نص ساعه او ثلاث ارباع الساعه، وهذا كتير غلط، لانه انت وقت تتمرن بتحرق سعرات حراريه اكثر بكثير من الكارديو. الكويس بالموضوع ان نمشي ثلاث شغلات مع بعض، كارديو تمرين وتغذيه. هنحكي هلا احنا بالجيم، فخلينا بس بالكارديو وبالتمرين. بدك تلعب كارديو مشان تحرق دهون كتير كويس، بس يفضل اول شيء تلعب التمرين، تبذل مجهود عالي بالتمرين، وبعد ما تخلص التمرين تروح على الكارديو، ساعتها ممكن تلعب نص ساعة كارديو. في خطأ كتير عالم شو بتعمل، بتيجي على التمرين تلعب تلت أرباع الساعة كارديو، بدي تروح تتمرن ما في عندها طاقة خلص يعني تعبت. لا بالعكس، بدك تحرق دهون، هي شيل الأوزان بده يحرق لك الدهون أكثر لسه حتى من الكارديو. بس نحن مشان نمشي الاثنين سوا، كان كمان مشان نزيد لياقتك، يفضل أول ما تجي على التمرين مثل ما قلنا أول شيء تحماية 10 دقائق، بعدين تلعب التمرين تبعك، وبعدين بس تخلص تمرينك إذا عندك وقت تلعب كارديو نص ساعة. في هلأ كمان سؤال خطر لي، إنه منشوف ناس بالجيم بالنادي بتعمل عدات كتيرة بوزن قليل، وبنفس الوقت منشوف أشخاص تانيين بيعملوا عدات قليلة بس وزن كتير. شو الفرق بيناتهم؟ يعني أنا كمبتدئ يعني بحب أعرف شو الفرق بيناتهم، إذا ممكن تطلعنا عن هذا الموضوع. هلا كمان هي احد المعلومات الخاطئه، انه اذا والله اذا بدك تحرق دهون تعمل عدات كثيره ووزن خفيف، واذا بدك تبني عضل بتعمل عدات كبيره عدات قليله بس وزن كبير. هلا الموضوع النقطه الثانيه صحيحه، اذا بدك تبني عضل كل ما تقلت وزن بيكون احسن، لانه انت بتمزق الالياف العضليه ترجع بتبني من اول وجديد. بس اول نقطه هي كثير غلط، انه والله بس حط وزن خفيف وبلعب بلعب بلعب، لا لا ابدا. ممكن تعملها هيك كل فتره تعطي بس بامبنج للعضله تزيد فيها الترويه الدمويه، بس اذا بدنا نحكي كتمرين مزبوط لا، لازم تلعب كل عضله بوزن كويس بعدات مينيموم 10 عدات. بس بدي اقول شغله، انه ما تبلش طبعا فورا بعدات بوزن كثير، يعني انت بيهمك التكنيك اكثر من الوزن. ممكن تلعب بايسبس مثلا وتصير ترقص وانت عم تحرك كل جسمك وانت عم تلعب، يا فرحتك انه حطيت وزن كبير، لا بيكون وانت عم ترفع الوزن جسمك ساعدك وظهرك ساعدك، مو بس البايسبس. احنا لا بدنا بس البايسبس بدنا نكبرها، فنحاول نركز بالموضوع. بس اول ما تبلش بالتمرين حاول دائما تبلش بوزن خفيف 10 عدات، بعدين كل ما الجوله الثانيه حاول تزوده، الجوله الثالثه حاول تزوده. غالبا احنا كل تمرين بنلعبه تقريبا 4 جولات او 5 جولات، وكل جوله عباره عن 10 عدات 12 عده. بس غالبا اخر عده بتكون الواحد شال وزن كثير، فهون كانت تكون العدات أقل، يعني 6 عدات أو 7 عدات. تمام. هلأ هون شيء مطروق جدا، إنه أنا بدي أخفف وزني بروح على النادي، لكن الشيء اللي لفت انتباهي إنه إذا شخص بده يزيد وزنه كمان بيروح على النادي، شلون هي الترتيبة بتصير؟ هلأ مثل أنا اللي أنا صراحة بحالتي كان الحاجة اللي حكيتها أنت، هلأ أنا كان وزني 50 كيلو وقت كنت بكلية الطب، وكان وزني كتير ضعيف، كنت دائما أحاول أكل اخذ حبوب فتح شهيه بس ما استفيد. مثل ما الرياضه ممكن تساعدك تحرق الدهون وتبني عضل، ممكن كمان تساعدك تزيد وزنك، يعني تفتح لك شهيه ببساطه، عرفت كيف؟ فالرياضه ببساطه مثل ما انه بتساعدك على تزيد وزنك، عفوا تخفف وزنك، كمان بتساعدك تزيد وزنك، تفتح لك الشهيه، بتقويك، بتكبر لك عضلاتك، بالنهايه بتكون انت سمنت، يعني صحيت جسمك صار قوي، عرفت كيف؟ تماما. في نصائح خاصة لزيادة الوزن في الجيم ولا كيف؟ لا هلأ أنت بالنهاية كل شخص لازم يحسب سعراته الحرارية. أنت ببساطة في كتير عن أونلاين أو على جوجل مثلا تكتب كيف تحسب سعراتك الحرارية، في عندك ماي فيتنس بال، هذا موقع مشهور أو أبليكيشن، ممكن تحط أنت كشخص قديش وزنك، قديش طولك، قديش عمرك، قديش الاكتيفيتيز تبعك كل يوم، بيحسب لك قديش انت سعرات الحراريه تبعك التزامك كل يوم. فانت بناء على هي السعرات الحراريه، مثلا نفرض انه اعطاك 2000، انت حابب تزود وزنك بتزيد عليهم 500 سعره حراريه، حابب تنقص وزنك بتنقص منهم 500 سعره حراريه او 300 اللي هو. فانت بدك تحاول تعرف قديش هي سعراتك الحراريه كل يوم، وتحاول يا تزيد عليها يا تنقص منها. تمام. هلأ في هذا الشيء موجه فقط للأطباء الذكور ولا كذلك الأمر عند الطبيبات؟ يعني في طبيبات شوي بيخافوا من حمل الأوزان أو ما شابه ذلك،
يا ريت إذا بتطلعنا شوي عن هذا الموضوع. هلا هذا الحكي ينطبق تماما على البنات بحذافيره، حتى بالاوزان. في عندك شغله قلت لك البنت انه بخاف انا والله انه اشيل اوزان كبيره مشان ما يطلع لي عضلات مثل الرجل، بس بالنهايه العضلات بدها تستوستيرون، وهي ما عندها التستوستيرون الموجود عند الرجل، فمستحيل يطلع لها العضلات قد ما شالت اوزان نفس العضلات اللي بتطلع عند الرجل. طبعا جزء اللي انت تقول لي في ناس بيطلعوا بطولات وبتلاقي بنات عندهم عضلات، هدول اكيد بياخذوا هرمونات، ما مو شيء طبيعي لانه بنت قد ما لعبت حديد يطلعوا لها العضلات. فهذا الحكي اللي حكيته كله بينطبق 1000000% على البنات والطبيبات يعني بشكل عام. تمام، حاليا رح نحكي عن العدة أو الموسيقى. في شي أنواع معينة من الموسيقى خرجنا نحملها أو نسمعها، زائد العدة. في ناس بنشوف بيشتروا مثل حماية للخصر، بند أو حزام، وفي منهم بيجيبوا كفوف أو ما شابه ذلك. شو هي العدة الأساسية اللي أنا رح بلش فيها الجيم أو الرياضة اللي بتلزمني؟ هلا اكيد بدك تجيب ثياب الجيم اللي بتريحك بتناسبك الك. بالنسبه للعده، في ناس ما بتحب وقت تشيل الاوزان بيوجعوها ايديها، يعني بتعرف ضغط الوزن على الايد ممكن يزعج، ممكن يجيب كفوف. يلي عندها مشاكل بالركبه، مثلا انا عندي مشاكل بالركبه بضطر دائما احط باند على رجلي يلف رباط وتلعب بركبه مشان ما يعني اضر بالركبه تبعي. وبدك تلعب تمارين ظهر ممكن تجيب كمان حزام، بس هدول يمكن بتجيبهم بعدين، مو اول شيء لازم تجيبهم. يعني اهم شيء اول شيء كشخص مبتدئ بكفيك الكفوف، لانه انت اول شيء ما راح تشيل اوزان كثير لحتى تحاول تحمي الظهر من دول القصص. يعني دول بتحط حزام وبدك تشيل اوزان كثير قويه وثقيله نخاف من الاصابات، بس كشخص مبتدئ بكفيك تجيب بس الكفوف مشان ما يعني تنزعج ايديك وانت وقت تلعب. بلس الموسيقى، يعني انه اكيد بدك من محفزات الموسيقى، غالبا العالم بتحب الموسيقى اللي بتخليك مبسوط يعني الرتم عالي، بس في اشخاص مثلي تماما بسمع شغلات تانية، بسمع اغاني حزينه ممكن، اللي بتحبه. يعني هذا موضوع خاص عندك، من ام كلثوم لساريا، اللي بتحبه انت بيخليك مبسوط حطه. ممكن تكون ان شاء الله بسمع اخبار تنبسط فيها ممكن تحطها، فهذا الموضوع شخصي جدا. بس بالنسبه لي مثلا خصوصي وقت العب كارديو، بعتبره لي الكارديو شيء ممل جدا، لانه انا قاعد عم بعمل نفس الحركه دائما، فممكن احط فيلم، يعني ممكن يكون نزل فيلم او محاضره وحطها واتفرج عليها عشان ما احس حالي انه حرقت الوقت تماما. تمام، سؤال ثاني. هلأ حاليا، هل نحن بنحسن نبني جسم صحي مع عضلات كاملة في البيت، شي بنسميه بسوريا تمارين سويدية أو بدون أوزان؟ بصراحة لا، شو ما أكذب تخبرنا؟ عليك، لا مستحيل مستحيل، كثير صعب. لأنه أنت ودك لحتى تخلي العضلة تبني عضل، بدك تخلي العضلة فعلا تتعب وتتمزق، ما راح تصير لحتى تعمل بالفعل مقاومة شديدة. فتمارين البيت السويدية أوكي منيحة للياقة، بس إنه تبني عضل مستحيل مستحيل. طيب، في عندنا شي خيارات تانية غير الفيتنس ستوديو أو الجيم؟ هلا أكذب عليك، أنا برأيي مثل ما قلت لك قبل، الرياضة الثانية اللي بحسها ممكن تكون مفيدة هي السباحة. حتى هي برأيي أنا السباحة لسه صحية أكثر من الجيم، لانه ما فيها اصابات خالص. يعني الرياضه فعلا بتحرك فيها كل جسمك، كل عضلات جسمك بتتحرك وبقلب المي، فبالنهايه الاصابات فيها كثير قليله. فالسباحه تعتبر انا برايي هي نمبر 1 يعني، بس للاسف ما بحسها كثير سهله يعني بالمانيا، بس ممكن اذا توفرت رياضه ممتازه السباحه رايي الشخصي يعني. في ناس كمان بيقولوا انه انا نمط حياتي بشكل عام رياضي، بروح على البسكليت وبرجع على البسكليت، بطلع على الدرج بدل المصعد، وعملي الشاق بالمشفى بحد ذاته انه هو رياضة، فانا ما بدي اسجل بنادي. هل هدول الشغلات ممكن تغني عن النادي؟ هلا بالنهايه وهذا هدفك، شو هدفك بالحياه؟ ممكن ممكن هلا اذا بدك تقلي اذا نظامه الغذائي كثير صحي وبيروح على البسكليت وبيرجع على البسكليت وبيطلع دائما بيستخدم المصاعد مثلا بالشغل اذا كان بالمول او اين كان، دائما بيحاول يعني يستخدم يعني يعمل يقدم طاقه لهالموضوع، ممكن يكون جسمه حلو يعني فيتنس، يعني انه يكون جسمه نقول ما في عضلات، ما راح يطلع عنده عضلات بس يكون جسمه حلو. فهذا بيعتمد على هدفك، انت شو هدفك بالحياه، شو بدك يصير. بس تقول لي كشخص مثلا عنده كرش بعمرنا يعني فوق الثلاثينات، صعب صعب تفقد هالوزن بس انه تغذيه ورياضه، لانه حتى تغذيه قصدي وشغلات بسيطه تعملها، انه بالنهايه بدون الرياضه قصدي الفتنس حيصير جسمك يهدى الوقت. يعني في عالم كثير بتشوفها انه
عملت دايت شديد بدون ما تلعب رياضه، جسمك اوكي بتنحفظ بصير بشع، يعني بتحس ايديك هدلت، جلد بصير عندك جلد زايد. عشان هيك بقول انه انا دائما فيتنس ستوديو كثير منيح، بدو القصص بتشد جسمك، بتشد تعطيك شيب حلو، يعني ما بصير والله بس تقص وزن تطلع منظرك مثل المريض، بتعمل دايت بدون ما تلعب رياضه. كمان هلأ هون عم نحكي عن دور التغذية ببناء الجسم الرياضي السليم. هلأ أنا شخصياً ما بحب أخذ مكملات غذائية أو ما شابه، ففي ناس عندها هاي الفكرة. شو هو دور التغذية في الجسم الرياضي برأيك؟ هلا التغذية أهم شيء، يعني التغذية أهم، لسه مو أهم من الرياضة، بس لازم تمشي مثل ما حكيت من قبل إنه باراليل مع الـ مع الـ مع الرياضة، لأنه ممكن أنت تكون عم تلعب جيم 5 أيام بالأسبوع بس عم تاكل لي 3000 سعرات حرارية باليوم، يعني الفات مغطي كل جسمك، يعني حتى لو طالع لك عضلات الفات حيغطي على العضلة وما راح يطلع منظر العضلة غير الكرش اللي طالع. التغذية كتير مهمة، وفي في في ما في قول بيقولوا إنه abs made in kitchen، عضلات البطن تصنع في المطبخ. فالتغذية هي أهم شيء، يعني أهم من الرياضة. لسه بيقولوا لك إنه 70% تغذية و30% رياضة حتى يطلع عضلات البطن. في ناس مثلا بتلاقيه عندها كرش وبتلاقيها نازلة بالهجم وعم تطلع بعضلات معدة 100 و200، قد ما لعبت العضلات موجودين تحت الفات، إذا ما دوبت الفات نفسه ما رح يروحوا، ما رح يبينوا العضلات. وفي عالم بتفكر كمان غلط غلط ثاني، إنه تلعب عضلات المعدة ما هي عم تدوب الشحوم بالمعدة، لا ما لها علاقة. انت بدك تحاول تقلل سعراتك الحرارية لحتى يدوب الشحم يلي موجود بالمعدة، اما تفكر والله اذا لعبت عضلات معدة حيدوب الشحم فيها، ابدا ابدا مو صحيح. فمشان هيك الاكل كتير مهم، وانت تفضلت مثلا ما بتحب تاكل مكملات، ابدا مش ضرورية المكملات، بس هي الفكرة انه انت احيانا كطبيب ممكن صعب تاكل 4 وجبات باليوم، فمشان هيك ممكن يكون المكمل تاخد مثلا واي بروتين، سكوبين بروتين، وانت بالشغل مثلا صعب تاخد وجبه، صعب تقوم تاكل صدر دجاج او صعب تاكل بيض، فهذا السكوبين بروتين بتشربهم على السريع بدون ما تحس، بتكون هيك انه مديت جسمك بالطاقه بالبروتين، وبنفس الوقت ما استخدمت وقت كتير. طيب في شيء أنواع معينة من الأكل واحد يركز عليهم أكثر من أنواع تانية أو أنواع اكيد تانية اكيد يتجنبها؟ اكيد اكيد اكيد. هلا مثل انا رح نبلش بالبروتين، لا يخفى عليكم البيض اهم شيء بالبروتينات، يعني بيض الصبح هذا اهم شيء مع صفار اذا بدك تاكل، يعني هلا يفضل تقريبا 3 بيضات، اذا بتاخذ 3 بيضات بس تاخذ صفار واحد لانه في كمان دهون مفيده كثير منيح. بدال الخبز حاول نستبدله بالشوفان. الشوفان ببساطه يعني يمكن تحط 30 جرام او 40 جرام بكاسه فوق مي سخنه مع شوية قرفة مع زوز الشطوف، يعني أو إذا ما بدك تحط زوز الشطوف نقطة عسل، هذا فطور صباحي صحي جدا بخليك طول اليوم شبعان ما تكون جوعان وكتير مفيد. بلوس عندك كمان إذا بنحكي كمان بروتينات، عندك صدور الدجاج، السمك، التونة، كمان في عندك البقوليات تعرفوهم كلكم، الفول، الحمص إلى آخره. هاي بالنسبة للبروتينات. بالنسبة للكربوهيدرات كما قلت الشوفان كتير منيح، البطاطا، الرز. حاول اذا الواحد متزوج يخلي زوجته مثلا رز ما تطبخه بالسمنه، تعمله بزيت جوز الهند او زيت مازولا، زيت خفيف يعني. هذا بيكون كتير منيح. وبالنسبه للفات حاول الدهون تكون مفيده، يعني زيت الزيتون يكون فريش بس مع السلطه، او عندك المكسرات زيت السمك، هدول هن الافوكادو، يعني هدول الدهون المفيده. فالواحد بده يحاول قدر الامكان، بعرف صعب مو دائما الواحد، يعني بالنهايه الاكل مو صحي هو لذيذ طيب كلنا بنحبه، بس حاول تكون تكون مو دائما مو كل يوم هذا اكلك، خليه يوم بالاسبوع يعني ممكن تاكل فيه على راحتك، بس باقي الايام حاول تلتزم بنوعا ما بهدول الشغلات اللي ذكرتها قبل شوي. تمام، نصائح قيمه. هلا هذا في حال كان الشاب متزوج. طيب اذا كان الشاب ماله متزوج بنصحه يتزوج وينصح زوجته تطبخ له اكل صحي هلا وسليم. انا ماني متزوج بس لحالي انه بطبخ لحالي مو ضروري، مو ضروري انه فيك لحالك تطبخ انت. انا بالنسبه لي مثلا الاشخاص اللي ما بحب الطبخ، فممكن ببساطه اطبخ 3 كيلو دجاج بالفرن، حطهم بالفرن مع ليمون وثوم وبهارات ونقطه زيت، وبعدين طلعهم من الفرن بقسمهم وجبات 200 جرام 200 جرام وبزتهم بالثلاجه، امتى ماني جوعان طلعهم وبسخنهم. فممكن
موضوع هو شخصي، في ناس بتحب الطبخ كل يوم بتحب تطبخ تازة ممتاز، بس أنا بشكل عام بحس إذا بدك تحاول تلتزم بدايت معينة صعب كل يوم تطبخ، بتصير حتبطل يعني في يوم حتزهق وتكون تعبان، فيفضل تطبخ لأكثر من يوم. هلا عم نحكي هلا كثير نحن إذا الواحد صار كثير إنه بروفيشنال يعني يفضل يعمل هيك. إذا مبتدئ مثل ما قلنا حاول كبداية، إذا زوجتك حتطبخ لك فاصولية أو ملوخية كل يوم، فحاول تتفقوا مع بعض إنه تقلل الدهون قد ما بتقدر، تقلل الزيوت قد ما بتقدر. وأنت وقت تاكل هدول الأكلات حاول الرز الكربوهيدرات أوكي كويس صحي بس ما تكتر منهم يعني تقللهم. الخبز حاول نستبعده كمان، وإذا بدك تاكل خليه يكون أسمر. تمام، هلا نحن عم نحكي لازلنا في مجال التغذية والأكل، بس في نقطة حابين نوضحها شوي، إنه من ناحية الخضار والفواكه، كميات الخضار والفواكه، في شيء مفيد في شيء أحسن؟ إذا كان أكثر أو أقل يا ريت كمان تحطنا شوي بالجو. هلا بالنسبة للخضار بشكل عام ما فيها سعرات حرارية كثيرة، وبالعكس ممتازة فيها ألياف، فيفضل مع كل وجبة إذا بتحسن تدخل خضار، سلطة مع الغداء مع العشاء، روكولا عندك، الأرنبيط، كلهم هدول كثير مفيدين. بس بالنسبة للفواكه الواحد بده يكون حذر معها شوي لأنه فيها سعرات حرارية كبيرة. فيعني أكيد فينك تاخذ قطعة فاكهة كل يوم بس ما تكون كثيرة يعني. هلا التفاحة مثلا عندك التفاح الأخضر ما في كتير سعرات حرارية، كتير ظريف الصباح تعرفوه، يمكن في قول بيقول أبل every day keep a doctor away، فإنه تفاحة كل يوم تغنيك عن الطبيب، فإنه بالفعل يعني كتير صحية إذا بتحسن تاخذها كل يوم الصبح التفاح الأخضر. بالنسبة للفواكه الثانية في طبعا عندك العنب، وهدول القصص فيهم سكريات كتير ممكن تاخذ حصة قليلة، بس اللي بنصحك تبتعد عنه نهائيا هو عصائر الفواكه. في عالم بتفكر انه اوكي عم باكل انا عصير فاكهه هذا شيء صحي، كثير غلط. يعني كول برتقاني احسن ما تاكل عصير برتقان، كلكم بتعرفوا دكاتره وبتعرفوا انه فيهم الياف، البرتقاني فيه الياف بتصير امتصاصها اسهل، امتصاصها قصدي بياخذ وقت اكثر، فالانسولين ما بيرتفع بسرعه بجسمك، ما بصير فيه سبايك، فانه هذا كله افضل. عشان هيك برجع بعيد بمختصر انه حاول تدخل اذا بدك فواكه بس بكميات قليله، ويفضل فريش ما تكون عصير. اما بالنسبه للخضار قد ما بدك تدخل كميات ما في مشكله لان السعرات الحراريه فيها جدا قليله يعني. تمام، معناتها هون نحن يعني خلينا نكون واقعيين اكثر. انا ابل ادي كيب ذا دكتور اوي، لازم ننصح الناس كلها بعدم اكل الابل لانه ارزاقنا في النهايه تنقطع. رح نقعد بلا شغل يعني. تمام، هلا انا بدي اتشكرك كثير على معلوماتك القيمه، واذا بتحب تضيف اي شيء او بتحب تعطي رساله عامه للمستمعين. هلا بدي اقول شغله، انه كلنا بنبلش احيانا، انا نفسي وقت بلشت بالجيم كثير ايام بلش شهر ورجع اترك، بلش شهرين ورجع اترك، كلنا بنمل، بني ادم طبعه ملول، فحاول دائما كل ما تحس حالك مليت تسال حالك انا ليش رحت على الجيم، اكتب على ورقه انا عملت هيك، هي الفوائد اذا رحت على الجيم وهي الفوائد اذا ما رحت على الجيم. حاول لا تيأس اذا مره حسيت حالك تركت، لا حاول ترجع مره ثانيه، بالنهايه خليها تصير عندك عاده، بحيث اذا ما رحت على الجيم تحس حالك عملت ذنب، عرفت كيف؟ اذا بتلاقي رفيق يروح معك شغله كتير كويسه، اذا ما لقيت ما في مشكله، بس كمان اذا عندك حدا يشجعك يروح معك كمان هي بتكون نقطه كتير كويسه. بس مثل ما قلت لا تيأس، ممكن تمر بمرات تمل فيها، رد ارجع روح مره ثانيه، ما تيأس ابدا، دائما خليك ورا هدفك وان شاء الله بتوصل اللي بدك اياه. ما شاء الله، أعطيتنا معلومات أكثر من وافية، يعني شكرا كثير لك دكتور منار، يعني أفدتنا حبيبي وأجزتنا. حبيبي الله يخليك اياك. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي لليوم الدكتور منار عبد الهادي على معلوماته ووقته، والشكر موصول إليكم أيضا مستمعين الأعزاء. كان معكم أحمد صباغ يحييكم من قبلة الأطباء والصيادلة من جمهورية ألمانيا الاتحادية. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم في الإخراج الصوتي انتصار لحام، وفي الإشراف العام زكريا حاو. للمساهمة في إعداد الحلقات أو المشاركة كمحاور أو ضيف، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك.